عجوز متوفى وكانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيها يعني إلا ولد من أولادها وبناتها، وقالت للولد هذا أعطته أمانة وقالت بعد ما أموت تعطي خواتك وأخوتك لا لأنهم أخذوا. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني تركت بيت والبيت قالت يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحها. فما أعرف شو رأيك سيدي الشيخ. خلفت غير البيت، البيت وشوية ذهب. الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد عن الثلث يعود إلى الورثة، والظاهر أنه هذه الدار يمكن هو المال كله اللي تركته، فبتكون وصيتها باطلة غير نافذة. كذلك لما خصصت الولدين بتلك العطية بحجة أنه الأولاد الآخرين أخذوا، هذه أيضا لا تنفذ وهي وصية باطلة، إذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق الورثة جميعا. حتى وإن كان عاصيا أحد أولادها. الإرث لا يختص بالصالح دون الطالح، وإنما هو حق يشمل جميع الورثة. مش شيخ.